دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاحداث والاخبار اللي هتحصل النهارده، وايضا متابعه لماتش مهم جدا هيكون ما بين فريق الاهلي المصري وما بين فريق الترجي التونسي، وده في ذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة الحديث عن أسماء الله الحسنى وأثر فهمها وبركتها في حياتنا بجميع المساجد على مستوى الجمهورية. وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة الموحدة، وألا يتجاوز مدة الخطبة ربع ساعة. النهاردة هيتم قطع المياه عن عدد من المناطق الرئيسية بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات، وده في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية، وتعارض خط المياه قطر 400 ملي متر المار داخل منطقة الأمن المركزي مع القواعد الإنشائية للمونوريل، وده هيتطلب تغيير مسار الخط. والمناطق اللي هتتأثر بانقطاع المياه هي أبو رواش، بني مجدول، كرداسة، الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28، وهتكون من الساعة 10 بالليل لحد بكرة الساعة 6 الصبح. النهارده هتنطلق بطولة السهم الماسي للقوس والسهم بملاعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تقام النهارده منافسات عموم الرجال والسيدات 70 متر، ومنافسات تحت 21 سنة شباب وشابات 70 متر، ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات 60 متر، بالإضافة لمنافسات تحت 16 سنة بنين وبنات 50 متر. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هيلتقي الأهلي مع الترجي التونسي الساعة 10 بالليل.